السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم لايف مع شروق الشمس، يتحدث عن شروق بداية العام الدراسي للدفعة الجديدة. شوية تفاصيل أتمنى أنها تعجبكم وأنها تفيدكم في البداية. يعني مكان أنا عارف الوقت بدري جدا، ممكن يكون اللايف محدش يكون بيتفرج عليه لايف خالص، بس بصراحة الشروق حاجة عظيمة، شكله جميل، هوريكم كده لما نخلص. فقلت فرصة في الجو الحلو دوت أدردش معاكم شوية وأقول لكم الدنيا فيها إيه. طبعا أنا شايف في واحد بس دخل اللايف أهو معانا لايف، مش عارف ده صاحي بدري الساعة 6 الصبح بيعمل إيه، بس تحياتنا ليه أيا كان هو مين. بصوا كده يا جماعة معايا، إن شاء الله بإذن الله البداية بتاعتنا هي هتبقى يوم الأحد. أول محاضرة عندنا هتبقى يوم الأحد، ولكن الأحد ده هيكون 8/9 مش الحد 1/9، الأحد 8/9 زي المواعيد بتاعتنا. طب لو أنا حاجز يوم الاثنين يبقى أنا الاثنين 9/9، طب لو يوم التلات يبقى التلات 10/9، وهكذا بقى نقدر إن احنا نشوف الجدول بتاعنا لحد ما الناس اللي هي ميعادها مثلا يوم الجمعة هيبقى الجمعة 13/9 الناس في اسكندرية مثلا، ويوم السبت كان 14/9 الناس اللي هي في الهرم. ده بالنسبة لتاريخ البداية. طب يا مستر انت أجلت البداية بتاعتنا ليه؟ والله الناس فاهمة ان انا أجلت البداية علشان خاطر الكتب ومش عارف ايه والحاجات دي. هو يعني الخبر السعيد الكويس ان مناهج تالتة، انا بتكلم على الادبي طبعا، على الادبي عشان انا هي يعني خبراتي في الموضوع محدودة، فبتكلم هنا عن ان المناهج ما اتغيرتش خالص. المناهج في تالتة ثانوي هي هي، تالتة ثانوي أدبي هي هي. ممكن يكون التغيير هنا في سطر، في حاجات بسيطة، ولا حذف ولا إضافة ولا الكلام ده. الكلام كله طبعا حاصل في منهج سنة أولى وتانية ثانوي بتفاصيل كتير جدا يعني، وربنا يعين الجميع، والوزارة هتعلن عن المناهج كمان أسبوعين ولا حاجة. طيب يبقى بالنسبة للمناهج بتاعتنا، حتى برضو عايز أوريكم الكتاب بتاع السنة الجديدة ده هيكون شكله. دول تلات كتب، ده الكتاب وظهر الكتاب. تحية كبيرة جدا لفريق العمل اللي بيشتغل معايا عشان تبقوا تحيوهم يا جماعة. الكتاب ده اكلمكم عليه شوية تفاصيل، ممكن اقول لكم الفكرة بتاعته ازاي او الكتب دي الفكرة بتاعتها ازاي. احنا بيبقى عندنا جزء من كتاب المدرسة طبعا يعني من التابلت بيشرح حاجة، بعد كده انا بشرحها بالتفصيل وبوضح، هي بيسموها نواتج التعلم بتاعتها، وبعدين بجيب لك على نفس الجزئية دي في مذاكرة الكتاب. بجيب لك ايه؟ لما بنخش الامتحان اوبن بوك بيبقى معانا كتيب مفاهيم الجغرافيا، فممكن الصفحة دي يكون هو كاتبها في كتيب مفاهيم الجغرافيا اللي معاك في الامتحان في سطرين، ملخص كده في سطرين، فأنا بديك السطرين دول اللي هم دول تبقى أنت عارف إنك مش محتاج تحفظهم، المعلومات دي هي اللي من الصفحة دي هتبقى موجودة معاك. عشان تعرف برضو تقارن ما بين المحتوى الشامل اللي هو الشرح وما بين المحتوى المختصر اللي هيكون موجود معاك من اول يوم جوه لجنة الامتحان. فده بالنسبة لهذا الامر. وبعد كده ده بالنسبة للشرح بنتدرج بهذا الشكل. طب الخرايط، بدي لك الخرايط ابيض واسود وبمرنك عليها، والسنة دي هنعمل حاجة جديدة جدا في الخرايط، اسمحوا لي مش عايز احرقها هنا. الناس اللي تحضر معانا سواء بقى في القاعات او اونلاين هتشوف ده وهيتعلموا معانا الموضوع ده. بعد كده هيبقى عندنا الجزء الاخير اللي هو حل الواجب وحل الاسئله، كتاب الواجب والاسئله، وهو ده اهم حاجه بالنسبه لي ان انت لازم تعملها عشان تدخل المحاضره اللي بعد كده وحضرتك هتحل. طب لو في سؤال ما انتش عارف تحله بتعمل ايه؟ هتلاقي في فريق ماده علميه بتتواصل معاه، واتساب باكد تاني اهو، واتساب تواصل معاهم وتبعت لهم السؤال بالصور بالاختيارات بالخرايط وهم بيردوا عليك، برضو واتساب فويس نوت. ولو في مشاكل في اسئله انا بعملها في حل اسئله مستويات العليا على الواجب، وهنديكم ان انتوا تتفرجوا على الاسئله دي ان شاء الله الطلاب بتوعي. طيب خلصنا كده الكلام عن الكتاب، الكتاب جاهز اهو تمام. طب هيتوزع امتى الكتاب ده يا مستر؟ ان شاء الله طلابنا في المحاضره الاولى، وانت جاي تحضر المحاضره الاولى تمام، بعد ما تخلصها هتاخد الكتاب بتاعك وانت ماشي. طيب ده بالنسبه لقصه الكتاب وقصه البدايه او تاريخ البدايه. نروح بعد كده نتكلم عن، عايز اتكلم معاكم عن ايه؟ عايز اتكلم معاكم عن المنهج بتاعنا. المنهج بتاعنا هل هو منهج
مفيد في الحياة ولا مش مفيد في الحياة؟ هل هو منهج له لازمة؟ هل أصلا دراسة التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والفلسفة والحاجات دي لها لازمة؟ كان السؤال اللي طرحه الأستاذ تامر أمين في اللايف بتاعه أو في البرنامج بتاعه، وأنا كنت حتى قلت أن أنا هبقى رد عليه في الموضوع ده، وهتكلم أنا ممكن أرد على الأربعة على فكرة، ولكن أنا يعني على الأقل أنا هرد بس عن مادة الجغرافيا، وهكلمكم بشكل تفصيلي جدا عن الجغرافيا، عن المنهج بتاعنا اللي اسمه الجغرافيا السياسية. أولا هو مفيش حاجة اسمها جغرافيا يا أستاذ تامر، يعني لو يجوز ان هو يسمعني، مفيش مادة اسمها، مفيش علم اسمه كده جغرافيا كده، زي ما مفيش حاجة اسمها رياضيات. ده بينقسم منه فروع تانية زي الرياضيات فيها جبر وهندسة وتفاضل وحساب مثلثات وما إلى ذلك. مفيش جغرافيا كده وتسيب، عندنا جغرافيا طبيعية وجغرافيا بشرية، والجغرافيا الطبيعية يطلع منها فروع والجغرافيا البشرية يطلع منها فروع، وكل حاجة بتعلم حاجة. يعني مثلا جغرافيا المناخ، تخيل حضرتك جغرافيا المناخ من اسمها خالص مفيدة في ايه؟ النشرة الجوية اللي احنا بنشوفها دي والأرصاد والكلام ده وتوقع الأعاصير كل ده علم بندرسه وبناخد الأساسيات بتاعته عشان يبقى عندنا قراءة للمناخ على سطح الأرض. فنقدر حضرتك ونقول لك بكرة بعد إذنك يا أستاذ تامر وانت رايح الشغل البس تقيل البس خفيف، بلاش ننزل بكرة الجو هيبقى حر جدا، فلو حد مش عايز يا ريت لو تعرف تخلص شغلك من البيت ما تنزلش. مثل هذه القراءة جغرافيا مناخ. طب احنا جغرافيا سياسية بقى، ايه الجغرافيا بتاعتنا دي مفيدة في ايه؟ مخرج التعلم الاساسي الجغرافيا السياسيه ازاي تدير الدوله اللي انت عايش فيها اذا كنت بتشتغل جواها اي حاجه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو انا بشتغل جوا دوله محافظ، المحافظ ده بياخد قرارات بناء على ايه؟ جغرافيا سياسيه. لو بشتغل رئيس الحي، طب رئيس الحي ده بياخد قرارات بناء على ايه؟ جغرافيا سياسيه. رئيس دوله بياخد قرارات سواء جوا دولته أو مع دول العالم بناء على إيه؟ على معلومات مين اللي بيقدم له المعلومات دي؟ علماء الجغرافيا السياسية. فنكتشف إن علم إدارة الدول كله جاي من دراسة الجغرافيا السياسية. طب أنا يا مستر أنا مالي؟ طب ما هو حضرتك أنت الطالب الجميل المحترم اللي بيسمعني وهيدرس المنهج معايا، يجوز جدا إن أنت في يوم من الأيام تبقى مسؤول في الدولة، تبقى بتحكم في الدولة دي في أي منصب من مناصبها، ممكن تبقى وزير، ممكن تبقى مساعد أول وزير، ممكن تبقى رئيس حي، ممكن تبقى عضو مجلس مدينة، ممكن تبقى في منصب. فيبقى عندك الحد الأدنى من القرارات مبنية على المعلومات، وبتبقى عارف تسأل المعلومات دي تجيبها منين. فدي إدارة الدول، وده اللي احنا بنعلمه لحضراتكم عشان بلدنا تبقى أحسن إن شاء الله وتبقى فيها. ده فرع الجغرافيا السياسية من أهم الفروع لعلم الجغرافيا البشرية. طب نطلع من القصة دي لحاجة تانية. طب يا مستر هو انت ليه بدأت في شهر 8 اسف في شهر 9 يعني هتبدأ ليه 8 9؟ خلينا اقول لكم ان اجازة، يعني انا حاسس ان احنا مش محتاجين نبدأ في اول 9 السنة دي، المنهج مش طويل قوي، هنخلص المنهج بدري برضو، فعادي ناخد اجازة يا جماعة مفيش مشكلة. يعني الكتب جاهزة اوكي، مش هقول لكم يعني حجة الكتب ولا الكلام ده، الكتب بصراحة جاهزة، الكتاب نفسه في ايده هو طلع وخلصان، كتاب معايا في السفرية بتاعتي، فمعنى كده ان هو طالع من قبل كده. اللي انا شايفه ان احنا لا نقدر في الوقت ده نعمل حاجة. طيب الاسبوع ده بقى انت عايز مننا ايه؟ اسبوع شهر 9 الاولاني ده اللي انت مش هتبدأ معانا فيه. بص يا سيدي اسمعوني، دي اهم حتة في الموضوع. في فيديو نزل على قناة اليوتيوب اسمه أساسيات الجغرافيا السياسية. الفيديو ده مدته 3 ساعات، لسه نسب المشاهدات عليه مش عالية قوي. طب انت عرفت منين يا مستر ان طلابك ما شافتش؟ على الاقل في الفيديو في تحته لينك كده انك تختبر نفسك على اللي انت سمعته. ناس اتفرجت ساعة، ناس اتفرجت نص ساعة. يا حبيبي اساس العمارة ال20 دور ال100 دور هو الاساس اللي اترسخ في الارض في الاول، ولا انت عايز تقعد تعلي 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 والاساس بتاعك ضعيف فالعمارة تقع مع شوية هوا ولا اي زلزال تقع؟ فارجو ان الناس يا جماعة تاخد الكلام على محمل الجد شوية. كنت انا بنزل لكم الفيديو ده من 15 يوم ولا من 21 يوم اللي هو الاساسيات بتاع اليوتيوب. طب يا مستر ما اساسيات اليوتيوب ده انا اتفرجت عليه بس يعني ما مش اساسيات، ما كل مدرس عامل اساسيات يا مستر. يا حبيبي انا ما قلتش عليه فيديو اساسيات، انا قلت لك نص امتحان الجغرافيا، نص امتحان اخر السنه في الجغرافيا عشان تعرف تحله انت محتاج تتفرج الفيديو على الفيديو ده، واديته لك على اليوتيوب انت وكل طلاب مصر. مش هقول لك احط لك اللينك بتاعه هنا، انت خش اكتب على اليوتيوب على القناه بتاعتي احمد غنيم الاساسيات الحصه اللي نزلت.
يا ريت حضرتك تتفرج عليه كويس وتمسك ورقه قلم وتكتب الملاحظات عشان لما تجيلي اديك معاك اسبوع زياده اهو. يعني لو في طلاب كانت المفروض تبدا معايا يوم الاحد بكره قبل ما احنا ناجل، هل انا بسالهم كده بما يرضي الله؟ هل انتوا اتفرجتوا على كل الفيديو؟ الاجابه لا. طيب الناس اللي اتفرجت ان شاء الله بدايه من بكره، بكره السبت كل الناس سبت حد بالكتير قوي، يوم الاحد بالكتير قوي حد ان شاء الله، اللي هو النهارده السبت هو يبقى بكره الاحد. هتلاقوا بندخلكم كلكم على المنصه، سواء بقى منصتنا يلا ذاكر او منصات اللي احنا عليها بسطتها لك او سوبر اونلاين، هتلاقوا فيه فيديو تاني. الفيديو التاني ده اساسيات برضو ولكنها اساسيات رياضيه مستواها اعلى شويه ومدته ساعتين بس. اتفرج على الاساسيات الرياضيه، يبقى انت كده اجمالا اتفرجت على 5 ساعات بيلخصوا لك كل اللي انا محتاجه في علم الجغرافيا في ال 11 سنه اللي فاتوا اللي مروا عليك. 11 سنه انا مختصرهم لك في 5 ساعات، والخمس ساعات دول انا محتاجهم عشان انت جوه امتحان الجغرافيا اخر السنه ان شاء الله هتحل نص الامتحان بمحتوى ال5 ساعات دول. يبقى انا يا سيدي اديتك حصه اهو في الاسبوع ده تتفرج عليها من بيتك من على المنصه ما دمت انت حاجز معانا من غير فلوس، من غير مقابل ولا حاجه، مش تدفع فيها فلوس يعني. تمام؟ فارجو ان انتوا تهتموا بالكلام ده يا جماعه، ارجو ان انتوا تاخدوا الموضوع على محمل الجد، ارجو ان انتوا تهتموا جدا بمتابعه التغيرات اللي حواليكوا، لان في متغيرين عايز اكلمكوا عليهم كده سريعا. المتغير الاولاني هو له علاقه بماده الاحصاء. الاحصاء ما تبداوش فيها دروس يا جماعه الا 1/10، مش قبل 1/10، سواء عربي او انجليزي. والاحصاء يا جماعه نص ماده. يا مستر ما احنا ما نعرفش المنهج. ايوه حبيبي المنهج كله موجود وهو نص ماده اصلا، اللي هو منهج الاحصاء، وهيتضاف عليه حاجات بسيطه مش كتير، مهما كان مش كتير. فالاحصاء ده بتخلص، الاحصاء اللي موجوده بتخلص في 8 اسابيع 12 اسبوع، هينزل عليها شويه كمان يبقوا 20 اسبوع. 20 اسبوع ده يعني الحكايه كلها على بعضها حوالي 4 شهور او 5 شهور. فدي هتبقى اصغر ماده واضمن ماده، وانتوا طلاب ادبي خايفين من انها احصاء ورياضه، اسهل موضوعات ووقت قليل، فممكن تحل كتير قوي 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 قوي، وده هيوصلك بامانه انها فعلا فعلا تعتبر كده الثانويه العامه ادبي 4 مواد ونص. فارجوكوا يعني ما تقلقوش خالص من الموضوع ده. تمام؟ يعني تهتموا بيها وما تخافوش ان انتوا هتبداوا في 1/10، ده مش متاخر خالص. ده اول موضوع عايز اتكلم معاكم فيه. تاني حاجه، الناس اللي بتتكلم على بدايه الدراسه وسامعين ان في مشاكل مع السناتر وممكن السناتر تغلق والكلام ده كله، بصوا يا اولاد مش هنروح بعيد، احنا في 15 مارس 2020 كل مصر قفلت، مش سناتر بس، كل حاجه قفلت. وقدرنا ان احنا نتجاوز هذه الازمة ونعيش فيها ونتعامل معاها. فاذا كان ده هيبقى قرار دولة وحاجة زي كده هتحصل، كلنا هنتعامل معاها، هنقول حاضر وهنقول امين، محدش فينا هيبقى عايز يعرض نفسه لمساءلة قانونية. طب يا مستر، طب ما احنا هننزل السناتر، ما احنا ما بنفهمش اونلاين، هنعمل ايه؟ ما فيش حاجة اسمها ما بتفهمش اونلاين. لما يبقى في امر واقع مفروض عليك لازم تتأقلم عليه. علشان كده لازم نبقى فاهمين ان احنا كلنا لازم نبقى عايشين حياتنا ببلان A وبلان B. هنشتغل عادي خالص في السنترز، هنشوف شغلنا، لو الدولة طلعت قرارات بتقول ان ده ممنوع هيبقى ممنوع وهنقول حاضر وهنشتغل اونلاين وهنقدم لكم المحتوى وهنكمل معاكم. هيبقى تعاملاتكم مع السنترز او المراكز التعليمية لو كان هيبقى مسموح ان تروحوا مثلا تمتحنوا او ان احنا تاخدوا الاكواد من هناك او تاخدوا الكتب او يعني ما الى ذلك. ولكن احنا في الاخر يا جماعه عايشين جوه دوله، وانا راجل بشرح لكم الدوله، المفروض اجي اشرح لكم ده. فالدوله بتاخد قرارات، القرارات دي بتنفذها على الشعب وفي قانون بيحكم. لو في قرارات بتعمل كده وبتتنفذ على الكل هنقول حاضر كلنا، محدش هيقف قدام الموضوع، يعني محدش يقدر يقف قدام الموضوع. تمام؟ طب لو الدنيا مشيت عادي وفي مدرسين مخالفين ومدرسين غير مخالفين، وانا يعني ادعي ان انا مش من الناس المخالفه، يعني انا مش ببقى هربان من مدرسه ولا حاجه عشان ادي حصص، انا خريج كليه تربيه قسم جغرافيا ولكن مش على قوه الوزاره ومش واخد اجازه بدون مرتب، في كلام كده سمعناه يعني. فاه تمام زي الفل، احنا هنسمع الكلام ونقول حاضر. طبعا كل اي حد حاضر ماشي. فارجو ان انتوا تركزوا شويه في الكلمتين اللي انا قلتهم دول، استعدوا هتبقى سنه حلوه جدا ان شاء الله وعاملين لكم فيها شغل حلو قوي 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 قوي.
ومختلف عن كل سنه، وبنتميز دايما بان احنا عندنا استمراريه. يعني البدايه بتاعتنا اللي احنا هنقدمها لكم هنكمل بيها طول السنه، الجمله بتاعتي المشهوره اول حصه زي اخر حصه واول دقيقه زي اخر دقيقه. السيستم ده احنا فعلا بنطبقه والدفعات التانية تشهد عليه، وبفضل الله دايما موفقين وناجحين بيه. بقالنا اكتر من 22 سنه بنشتغل، وسنتوا الدفعه بالنسبه لي هتبقى دفعه رقم 23، فاضل لي سنتين بعدكم يا ولاد 26 و27 وتبقى الدفعه 25، يبقى بقالي 25 سنه بدرس عمر برضه. فاتمنى لكم الخير، اتمنى لكم هدوء ومكان جميل زي المكان اللي انا موجود فيه ده. عايز تقول لي انت فين؟ انا في طابا يا جماعه، اوريكم كده الفيو هنا تحفه ازاي، شروق الشمس من طابا. وادي المكان اللي انا قاعد فيه، ادي المكان كله ورانا الجبال، حاجه في منتهى الروقان يا جماعه. اتمنى لكم روقان مماثل وسلام نفسي وسنه تستفيدوا منها وتعلموا منها حاجات كتير، وان شاء الله تكون سنه سعيده ونلتقي على خير ونعمل مع بعض احلى شغل باذن الله. سلام.